السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين للتعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا واحد الدرس زوين اللي هو لي كارتيل. دونك غنفهمو شنو هو لي كارتيل ونحاول نشرحوه ما أمكن، ونعرفوا شنو هو الأقسام ديالو وكيفاش كان كالكولوه في أن طابلو ستاتيستيك. نبداو إن شاء الله بإذن الله. عندنا واحد ليكزامبل تري سامبل بور سافوار اي كومبروندر comment on peut trouver le Q1 et le Q3. Donc, أول حاجة لي كارتيل فيه le Q1, le Q2, le Q3 et le Q4. شنو قلنا؟ قلنا le Q1, Q3, Q2, Q3, Q4. غادي نفهمو شنو هما هاد لي كارتيل، كيفاش كنحسبوهم. أول حاجة قبل ما ننتقلو ليكسيرسيس اللي غنفهمو فيه هاد الدرس مزيان ديال ان طابلو ستاتيستيك، غادي ندير لكم واحد الشرح تري تري سامبل ديال مثلا كيف ما كتبان لكم هنا في الصوره قدامكم. عندنا واحد 100 درهم، دونك كل واحد فينا دابا بار اكزومبل عنده 100 درهم. فين غادي نديرو؟ فين غنمشيو بهاد 100 درهم؟ غادي نمشيو مثلا غادي نمشيو عند البقال اللي حدا الدار مثلا ديالنا. غادي ناخذ واحد الحاجه مثلا، غادي نشريو نتقداو شي حاجه، كل فينا شنو باغي ياخذ. مثلا هذيك الحاجه تقامت عندنا ب 25 درهم، مفاهمين؟ دونك خلصنا مول الحانوت 100 درهم، الحاجه اللي خشريناها من عنده كتساوي 25 درهم، بشحال خاصو يرد لنا؟ 75 درهم. اوكي سيدي، دونك 25 درهم شنو بغينا نقصدو بها؟ بغينا نقصدو بها بالنسبه ل 100 درهم هي الربع ديالها. دونك 100 درهم الى قسمناها على 4 ديال المرات كتخرج لنا 25 درهم، يعني 25 درهم الى ضربناها في 4 كتساوي لنا 100 درهم. يعني حنا شرينا بالربع ديال 100 درهم، مفاهمين؟ نعاود نشرحوها بطبيعه الحال بواحد المنظور واحد اخر. دونك عندنا 25% ديال 100 درهم كتساوي لنا شحال؟ 500 ريال، 25 درهم. و 50% ديال 100 درهم زعما نص ديال 100 درهم شنو هو؟ هو 50 درهم. 75% ديال 100 درهم شنو هو؟ يعني 75 درهم، فاهمين؟ يعني شرينا 15% ريال ديال السلعه من مول الحانوت، يرجع لنا غير 25 درهم، فاهمين؟ مشينا لمول الحانوت قالنا خويا لا غتخلص 100 درهم تقريبا السلعه اللي شريتيها، انا عندي 100 درهم، انا نعطيه 100 درهم غيرجع لي شي حاجه؟ لا، نعطيه 100 درهم ونمشي في حالي، هي 100% يعني ما رجع لي حتى شي حاجه. اوكي، علاش كتشرح لنا امين هاد القضيه ديال 100 درهم؟ باغي نقول لكم حاجه وحده، 25% ديال 100 درهم اللي خرجت لنا 25 درهم هي الكيو ان، هي الربع. انا حاولت نشرح لكم هاد لي كارتيل بواحد الطريقه زوينه كنتعاملوا بها ديما في الزنقه ولا في حياتنا اليوميه. يعني شنو؟ يعني 25% هي 25 درهم، هي الكيو اوكي سيدي. ننتقلوا للكيو 2. الكيو 2 شنو هو؟ الكيو 2 هو 50% ديال 100 درهم هو 50 درهم. الكيو 2 هو كيف ما كنت كنحسبوا بشحال هادي، هو لا ميديان، هو المنتصف، هو 50% ديال واحد السيري ستاتيستيك، مفاهمين؟ 75% هي شنو؟ هي كي 3، 100% هي الكي 4. طبيعة الحال 100% ما نحسبوهاش، راه خارجة 100%. دونك كنحسبو الكي 1 اللي هو 25% من ديك 100 درهم باش لقينا 25 درهم، وكنحسبو الكي 3 اللي هو 75% ديال ديك 100 درهم باش لقينا شنو؟ 75 درهم. اوكي، والكي 2 ما كنحسبوهاش، كنحسبوه عن طريق شنو؟ عن طريق لا ميديان اللي هي 50%. ولا ميديان كنت ديجا كنطلونسيت واحد لي كور ودرت فيهم واحد ليكسيرسيس في الدروس اللي فات كيفاش كنلقاوهم، والحمد لله فهمناهم وكل شيء خرجنا. دونك دابا ننتقلوا ان شاء الله باذن الله لي كارتيل عن طريق ان طابلو ستاتيستيك اللي كيعطيه لينا البروف. في الاول كنشرح بسيط ديال شنو، ديال مول الحانوت، ودابا غنديروا واحد الشرح اللي هو ديال البروف. اوكي سيدي، واخا عندنا ان طابلو ستاتيستيك، البروف تيعطينا اكس اي والان اي. طبيعه الحال ما تعطيناش الان اي سي سي،
لي زيفكتيف كيمولي كرواسون، ما كيعطيوناش. حنا خاصنا نديروهم ونزيدو داك الطابلو، ضروري كنزيدو ان اي سي سي اللي هما لي زيفكتيف كيمولي كرواسون باش تنحسبو الكيو 1 والكيو 3. اوكي مفهمين. دونك البروف تيعطينا الاكس اي، تيقولنا اكس اي الاولى مثلا هي 4، اكس اي الثانيه هي 8، اكس اي الثالثه هي 10، اكس اي الرابعه هي 12، اكس اي الخامسه هي 18. وكل اكس اي اونفاس مع الان اي ديالها. بار اكزومبل اكس اي الاولى 4 اونفاس مع ان اي ديالها هي 2. دونك شنو خاصنا؟ خاصنا نلقاو الان اي سي سي. ان اي سي سي ديجا كنت درت واحد لونش، واحد الكور في السلسله الاولى ديال ستاتيك ديسكريبتيف باش نلقاو كيفاش كنلقاو الان اي سي سي. نعاودوا هذا مثلا. دونك اش كنديروا؟ كنديروا رقم 2 في الان اي سي سي هي الاولى، منين جبنا هي الان اي الاولى 2 حطيناها نيشان سون شونجمون. شنو كنزيدوا عليها؟ كنزيدوا عليها الان اي الثانيه. دونك 2 ديال الان اي سي سي زائد 4 في الان اي الثانيه كتساوي لنا 6. عاوتاني 6 الى زدنا عليها 8 كتساوي لنا 14، و14 زائد 4 كتساوي لنا 18، و18 زائد 2 كتساوي لنا 20. اوكي سيدي. دونك دابا ان شاء الله باذن الله غادي نحسبوا اول كارتي اللي هو الكيو 1. الكيو 1 شنو تيقول لنا لا فورمول ديالو؟ ساهله وبسيطه. الكيو 1 كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا الان توتال اللي هي شنو عندنا؟ هي 20 مقسومه على ايش؟ على 4. هذه هي الكيو 1. ماشي شي حاجه كانت خالعانه في الاول، دابا ولينا حنا كنضحكوا عليها. دونك الكيو 1 كتساوي لنا الان توتال اللي هي 20 قسمها سيدي على 4، بشحال غتخرج لنا؟ غتخرج لنا 5. هذيك الخمسه راه ماشي هي الكيو 1، هذيك الخمسه هي السانكيام فالور. سانكيام فالور ديالاش؟ كنشوفوا ديما عينينا فيما كنسمعوا لي فالور، كتعينينا كتمشي للان اي سي سي. اوكي غادي نشوفوا السانكيام فالور فين كاينه. كاينه كبر من 2 وصغر من 6، دونك غادي نحطوها اون فاس مع 6. فاهمين؟ دونك السانكيام فالور اللي خرجت لنا في الكيو 1 هي باقي ما لقيناش الكيو 1، هذه غير السانكيام فالور. كنحطوها كبر من 2 وصغر من 6، كنحطوها اون فاس مع 6. دونك دابا ملي حطيناها اون فاس مع 6 عينينا فين غتمشي؟ غتمشي نيشان اكس اي اللي مقابل ديال 6. لقيتيها؟ لقيناها، وهذيك هي الكيو. مفاهمين؟ دابا مابقاش مشكل فيها، صافي. دونك حنا الكيو ان لقيناها شنو؟ هي 8. دازت سالينا. الكيو 2 ما غنحسبوهاش، قلنا هي لا ميديان. فاهمين؟ دونك اللي مهم عندنا هي الكيو 3. كي 3 لا فورمول ديالها شنو هي اخويا امين؟ هي 3 على 4 كنضربوها في الان كبيره. ان كبيره شنو قلنا؟ هي 20. 3 على 4 ديال ان كبيره هي 20 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا 15. هذيك 15 15 فالور، عينينا فين غتمشي؟ غتمشي لان اي سي سي. غنشوفوا 15 فالور شنو؟ كبر من 14 وصغر من 18. تما داير واحد الخطا، يعني ما قصدتش فيها، راه مدور على 20، راه غلط مني انا. هذاك كنعتذر لكم كاملين اللي كتسمعوا دابا. دونك دابا حنا كنصحوها قدامكم. دونك 15 فالور كبر من 14 وصغر من 18. فين غنحطوا ال 15 فالور؟ غادي نحطوها حدا 18. دونك دابا حطيناها حدا 18، يعني فين غتمشي خويا امين؟ غتمشي نيشان اكس اي اللي اون فاس مع 18 اللي هي شنو؟ هي 12. دونك كيو 3 شنو هي؟ هي 12. هذا هو لي كارتي. فاهمين؟ ماشي شي حاجه بسيطه. كيو 1 حسبناها، كيو 3 حسبناها، كيو 2 هي لا ميديان، والكي 4 راه باينه 100% ما كتحسبش، هذيك راه 100%. فاهمين؟ دابا ملي فهمنا لي كارتي عندنا البروف كيعطينا اون ميم طون واحد كيسيون كتعطينا في الامتحان ممكن تنفعنا في النقاط، اللي هي شنو هي؟ تيقول لك كالكولي ليكار ان تيل كارتيل. ليكار ان تيل كارتيل، شوفوا تسطوش راسكم في هذه المساله سهله. كيو 3 ناقص كيو 1. فاهمين شنو قلنا؟ كيو 3 ناقص كيو 1. فين هي كيو 3 اخويا امين؟ شحال خرجت؟ خرجت لنا 12، والكيو 1 شحال؟ 8.
يعني 12 ناقص 8 شحال كتساوي لنا 4. هذه بلا ما ديروا فيها كالكولاتريس سهله وباينه، ولكن واخا في الامتحان ضروري كنديروا كالكولاتريس ضروري، هذه ما فيهاش. دونك نتمنى لكم فرجة ممتعة وتمتعتوا بالدرس وفهمتوا، وحاولت ما أمكن نقدم لكم واحد الصورة مبسطة على لي كارتير، وسمحوا لي بزاف إلا كنت كنطول عليكم. واللي عجبو لاشين ديالنا يتابونا معنا مرحبا بيه، يوصلو كل جديد، وما تنساوش بارطاجيو لي فيديو كاملين بالنسبة للزلاف الآخرين باش كلشي يستافد بإذن الله. ونتمنى لكم للقاء في الدرس القادم وبحول الله.